نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل يجوز في رمضان أو غير رمضان إذا كان الإنسان صائما أن يسحب دمه في المستشفيات؟ السؤال هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفيات أو المستشفيات؟ هذا ينظر، إذا كان الدم المسحوب قليلا مثل الذي يسحب للاختبار تحليل يعني، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. أما إذا كان كثيرا يؤثر كما تؤثر الحجامة، فالصحيح أنه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجبا، لأن هذا يفطر. وإن كان تطوعا فلا حرج في هذا، لأن التطوع يجوز للإنسان أن يدعه. نعم.